جرايه ويجز. صورني يا ابني مع بابلو. يا مروان موسى تايلر المشهور اليوتيوبر. استديوهات شيت الحبيب يا شكل غير فاهم نتقاتل. هيو في الفيديو ده هنعمل انترفيو مع شباب الراب سين الروشين ونفهم الناس دي بتحسبها ازاي. يلا بينا. يلا سامع عليكم. سمعت الزحمه دي ليه؟ في حفله. حفله مين؟ معلش عشان الناس ما عرفهمش. مش متابع. رايح الجميزه والتاني بيضرب بالكتل. بيقولوا انك بارد. حقيقة. ايه ده؟ لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب. الو السلام عليكم. السلام. ممكن اصور معاك؟ يا سلام. طب بص يا باشا، دي الكاميرا بتاعتي تمام، ودي الكاميرا بتاعتك مع بعض. لا بس انتوا شكلكم جم كده وكده وبتاع. الفل. صباح الفل يا رجاله. حبيبي حبيبي حبيبي. اسمك ايه؟ انت مش عارفني للاسف. خالد. بص، خالد عبد النبي خليفه. خالد عبد النبي خليفه. جاي تسمع مين يا اسطى؟ غير ابي. اسمع. ايه ده؟ في معلش عشان بس المخ. حبيبي 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 حبيب. يعني ابيو. والله هو كويس، بس انا يعني مش حاسس ان انا بستلطفه، بس هو كلماته حلوه. انا مش بس يعني هو جامد، بس هو انت شايفه تعبان. بس هو جامد. لا لا هو جامد، بس يعني مش بس انت مش اجمد. مش نوعي. انت حبيبي حبيبي يا حبيب 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 حبيب. يلا حد هناك ما سالتش عليه. ايه رايك في حوار ان الرابرز ما بيجريش في دماغه غير الفلوس؟ فاهم؟ مفيش في دماغه. كل واحد فاضي بقى وقت لي اصلا، فاهم؟ عليه فلوس للاستوديو اللي مسجل فيه، يطلع بقى يفلكس بالفلوس. هو اصلا فقير معفن. وانت بقى انت شكلك مش تبع الدنيا دي خالص. ليه امال جاي ليه؟ لماذا لماذا لماذا؟ انت جاي تسمع مين؟ انا ابيو بابلو. احسن واحد بيعمل فلوجات. فلوجات. عامل سبسكرايب يا اسطى. عامل سبسكرايب. عيب عليك. اسمك ايه؟ احمد. احمد. عشت الاسامي فرصه. نعرفك على كل حبيبي. انا مين طيب؟ هو هيقول يا جماعه ما حدش يضغط عليه. احلى فلوجات بتتعمل حبيبي يا اسطى. استديوهات شد الحبل. مش محتاجه حاجه يعني. الو السلام عليكم. نتعرف بحضرتك. استاذ شوقي. نتعرف بحضرتك. فاروق. فاروق. جاي نسمع مين؟ جاي نسمع مين؟ ابيو. ابيو. وانت؟ عزيز مرعب. الله الله الله. انت جاي تسمع مين؟ ابي يوسف. ابي يوسف. ومين تاني؟ بس بس كده. ابي يوسف بس. طب ده الفل. حبيبي السلام عليكم. خد يا كابتن. تعالى. ايوه انت بابي. تعالى انت. تعالى. فين فين مين اللي كان؟ تعالى لي. لا لا انا انت قلت بابي على فكره. بابي. تعالى بابي. عندك كم سنه يا اسطى؟ عندي 18 سنه. 18 سنه. انت مش وراك مدرسه دلوقتي يا اسطى؟ مدارس ايه بقى؟ مروان بابلو بقول لك جوه، وابي يوسف تقول لي. الله ده حوار بقى. انت هتهزر ولا ايه؟ طب وبالنسبه لل مروان بابلو يا جماعه. الو السلام عليكم. بس ما انت عايزين نصور معايا. تمام. بص دي الكاميرا بتاعتي تمام، ودي الكاميرا بتاعتك. تعالى يا اسطى. صحابك اللي هناك دول ولا اعرف. جاي تسمع مين؟ عبد الرحمن. ابيو وبابلو بس، ويعني ممكن عزيز. ايه الاغنيه اللي بتحبها لعزيز؟ ما اعرفش اغانيه، بس اشتا اسمع له. بس اللي هو تروح صوته حلو يعني. شغاله بيلعب على البيانو بتاعه. صباح الفل يا اسطى. هقول له ده كريم احمد. تعالى تعالى نصور معايا حبيب قلبي. تعالى قول له استديوهات شد الحبل. ازيك يا نجوميه؟ صباح الفل. انت جاي تسمع مين يا اسطى النهارده؟ جاي نسمع مروان بابلو طبعا. جاي نسمع مروان بابلو. ومين تاني يا صاحبي؟ دماغ شغال. الله الله الله. استديوهات شد الحبل. ماشي اوروبا. الدهب في الرمله. الباص في الايد. جبت الرمله. بتحاول اكيد. الو السلام عليكم. ممكن نتعرف بيك؟ يا عمرو انت عارف التيشيرت اللي انت لابسه ده بتاع مين؟ بتاع مين؟ بقى عايزين نشيد صاحبي. هو ده الجديد. قول التوب على الانتر. انت سويت شيرت اللي انت لابسه ده تقصد بيه ايه؟ تقلد؟ لا ده ستايل لايف. هيب هوب ستايل لايف. جايبه انا قبل الكليب بقى.
الو السلام عليكم، ممكن اعمل معاكم انترفيو؟ اتفضل حضرتك. حضرتك اسمك ايه؟ نوران. عيناء. ده في كاميرا. فرانكا. فرح. جايين تسمعوا مين؟ الجميزة. جاي تسمع مين النهارده؟ مروان بابلو. بابلو ايش؟ بس؟ اه بابلو. صباح الفل. اسمك ايه؟ سيف سيد. سيف سيد، عندك كام سنة؟ 16. جاي تسمع مين؟ بابلو. هو مطف يعني؟ مين يا باشا جاي؟ عشان انا ببيع سجاير. لسه في انترفيو يا اسطى، انا ما ينفعش. انت جاي تسمع مين انت؟ انا جاي اسمع ابو يوسف. ابو يوسف بس؟ بس. حد تاني؟ سيبك بقى من بابلو، سيبك من احمد كامل، سيبك من عزيز مرقة، انا جاي اسمع ابو يوسف عشان بحبه. طب على فكرة انت بتغلط في الراجل وهو واقف قدامك. نعم؟ بابلو واحد بس برضه حاجه، بس انا ما انا ما اعرفش له غير الغلاف، وهي جميله بصراحه، وانا بحب له الغلاف. ايوه انا قلت كده برضه. فانا عايز بس ايا كان برضه ما ينفعش، باذنك برضه ما ينفعش غلط في بابلو وهو واقف. انا اسف. ده بابلو في نفسه خالص. انا اسف. صورني يا ابني مع بابلو. يو يا اسطى صباح الفل، انت بتتكلم في التليفون؟ لا عادي. بس طب تعالى لي كده. ايوه. اسمك ايه؟ اسلام فؤاد. اسلام فؤاد. جاي تسمع مين اصلا النهارده؟ اسمع ابو يوسف وبابلو. بس بقول لك الستايل بتاعك جمداني. هل الستايل ليه علاقه بمروان ابيو؟ لا ليه علاقه بنفسك. يا شباب عاملين ايه؟ اسمك ايه؟ عمر محمد. حمزه. نوني. اسمك ايه؟ عمر. جاي تسمع مين اصلا النهارده؟ بابلو. انا عن نفسي بابلو احمد كامل. انا اسمي احمد وانا بحب سبايدر مان. ابي يوسف. انا اسمي عمر. وجاي تسمع مين؟ جاي اسمع بابلو ابو يوسف. انت عندك كام سنه؟ 12. انا اسمي احمد. تاني؟ يا عم عندك كام سنه يا عم؟ عندي 12 سنه. 13. 13. عاش يا شباب. صمبريرو. طب انا عايز ميه. جرايه ويكس. فاكر نفسك مش هعرفك؟ عرفتك على فكره من بعيد. ايه نجوميه مش كده حبيبي يا نيكو؟ ولا هي كده وكده ولا ايه؟ ايوه معسه. استاذ مروان موسى انا بحبك فشخ حبيبي. البوصله ضاعت يا اسطى في الماء. مروان انت فين طيب؟ يا مروان موسى فاكرني مش هعرفك؟ يا فنان مش كده، البوصله ضاعت في المحيط. صباح الفل يا اسطى. انت اسمك ايه؟ انا مروان موسى. صباح الفل. دايلر يا جماعه، دايلر المشهور اليوتيوبر. يا فنان صباح الفل، سامولي يا اسطى. دايلر ايه؟ صباح الفل. صباح الفل. صباح النور يا صاحبي. اسمك مصطفى. علي. علي جديد ده. الناس دي اهم حاجه، بس يعني مش عارفني وخلاص. عامل سبسكرايب يا عم انت؟ ايه الاسئله؟ عيب يا اسطى، عيب. الا السؤال يا عم بدل ما كنت. امال ايه؟ السؤال ده عيب. السؤال ده عيب. انا بفكر انتج على الفيسبوك كمان يا اسطى. حبيبي يا اسطى. جاي اسمع الاربعه بعد احمد كامل. هو انا رايح الجميزه منين؟ الجميزه اركب اي حاجه راحه طنطا من طنطا منصوره، من منصوره اسكندريه، وتروح الجميزه. حضرتك جديد. حضرتك جديد يا دين امي. ده حوار. انا اصلا راشق في اي حاجه، فاهم؟ لو تجاني تبقى فري. تخيل طلعت هي ما بقتش اخاف من الليل. باشا اعتمد ودني دي بتصفر دم. حبيبي يا اسطى استناك. طب عزيز. عزيز مرق. انا جاي اسمع عزيز مرق بصراحه. انا جاي اسمع بابلو. جاي اسمع ابي وبابلو واحمد كامل. ابي بابلو واحمد كامل. مش معنى العق ابي يعني. ايه مش معنى العق ابي؟ قصدك عزيز مرق. انت جاي تسمع مين يا اسطى؟ حبايب قلبي يا رجاله. صباح الفل. صباح الفل. صباح الكنافه. صباح.